انتي بليتلتس او الانتي بليتلت دراج او الانتي ثرومبوتكس، هي الادويه اللي بتمنع حدوث الثرومبوزس او بتعالج الثرومبوزس اللي سببها الرئيسي البليتلت اجريجيشن. هذه الادويه لا تصلح الا لو كان الجلطه او الثرومبس فيها بليتلت، بينما الجلطه اللي فيها فايبرين الادويه دي ما تنفعش ليها. ايه هي الادويه دي وازاي بتشتغل؟ لو دي البليتلت، البليتلت فيها سيل ممبرين، والسيل ممبرين فيه فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد فيها فاتي اسيد اسمه اراكيدونيك اسيد، ماسك في المكان رقم 2. الاراكيدونيك اسيد بيتحول الى بروستاجلاندين اسمها بروستاجلاندين جي 2، ومنها تبقى بروستاجلاندين اتش 2. البروستاجلاندين اتش 2 دي بروستاجلاندين انترميديت، ما هياش فاينل بروستاجلاندين. بتتعمل في البليتلت عن طريق انزيم اسمه السايكلو اوكسجينيز او الكوكس 1 انزيم. في نفس الوقت في البلاد فيسلز بنلاقي فيه الاندوثيليال سيلز، الاندوثيليال سيلز ايضا بتعمل نفس الرياكشن، بس الانزيم فيها اسمه سايكل اوكسجينيز 2 او كوكس 2. الفرق بين البليتلت والاندوثيليال سيلز ان الاندوثيليال سيلز فيها نيوكليوس، وبالتالي بتقدر تصنع الانزيم بتاعها، بينما البليتلت الكوكس انزيم بتاعها جاي معاها من البومارو ايام ما كان فيها نيوكليوس وكان اسمها ميجا كاريوسايت. طيب بعد تصنيع البروستاجلاندين اتش بيحصل ايه؟ في البليتلت في انزيم اسمه ثرومبوكسين سينثيز، ده بيصنع الثرومبوكسين، بينما في الاندوثيليال سيلز عندها انزيم تاني خالص اسمه بروستاسايكلين، اللي هي بنرمز لها بي جي اي 2، بروستاسايكلين سينثيز، وده بيصنع البروستاسايكلين. والبروستاسايكلين سينثيز والثرومبوكسين سينثيز الاتنين بيؤدوا عكس بعض في الاكشن. لو دي بليتلت هتتأثر بالثرومبوكسين او بالبروستاسايكلين، يا ترى هيحصل لها ايه؟ البليتلت فيها جواها ادينوزين ترايفوسفيد بيتحول بالادينال سايكليز الى سايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي بيحصل له ميتابوليزم بانزيم اسمه فوسفوداي استريس الى اي ام بي. الثرومبوكسين سينثيز بيعمل انهبيشن للادينال سايكليز، بينما البروستاسايكلين بتعمل ستيميوليشن للادينال سايكليز. الاثنين بيشتغلوا على ريسبتورز موجوده على سطح البليتلت. طيب والسايكليك ام بي ده بيعمل ايه؟ السايكليك ام بي هناخد خليه تانية عشان نبين فيها الاكشن. السايكليك ام بي بيقلل الكالسيوم اللي موجود في السيتوبلازم، والكالسيوم ده بتحتاجه الخليه عشان تعمل سكريشن للادينوزين دايفوسفيت او الاي دي بي. لما يقل الكالسيوم يبقى هيقل السكريشن بتاع الاي دي بي. طب والاي دي بي ده بيعمل ايه؟ الاي دي بي ده له ريسبتورز موجوده على سطح البليتلت. الاي دي بي ريسبتور يا اما بنسميها بيورينرجيك ريسبتورز، يا اما بنسميها السب تايب الموجود على البليتلت بي 2 واي 12 ريسبتورز. لو الادينوزين دايفوسفيت خرج ومسك في الريسبتورز اللي موجوده دي بيعمل حاجه تانية في البليتلت، بيعمل اكسبوجر او انماسك او اكتيفيشن للريسبتور للفايبرين. الريسبتور دي اللي اسمها فايبرين ريسبتور قد تسمى باسمها الكيميائي جلايكوبروتين 2B3A، يبقى ممكن اقول عليها فايبرين ريسبتور او جلايكوبروتين 2B3A ريسبتورز. هذه الريسبتورز ايضا ممكن تظهر على سطح البليتلت عن طريق ريسبتورز اخرى اسمها الثرومبين ريسبتور او البار 1 ريسبتورز. لو الثرومبين مسك في الريسبتورز دي، الثرومبين اللي هو بيتكون اثناء الاكتيفيشن بتاع الكلوت فورميشن، ممكن يعمل بليتلت اجريجيشن. طيب لو حصل اكسبوجر للفايبر ريسبتور
على سطح البليتلت ايه اللي هيحصل؟ هيجي جزيء فايبرين او فايبرينوجين يعمل كروس لينكينج بين اتنين بليتلت ويحدث البليتلت اجريجيشن. الميكانيزم المعقدة دي احنا نقدر نوقف كل خطوة فيها. اول واشهر دواء يستخدم حتى هذه اللحظة في الانهبيشن البليتلت اجريجيشن هو الاسبرين في اللو دوز. وكلمة لو دوز يعني عادة احنا بنتكلم في 75 ل 82 ملي جرام. اللو دوز دي اللي هي بنسميها ايضا البيبي اسبرين بتقدر تعمل الريفرسابل انهبيشن للكوكس 1 انزيم اللي موجود في البليتلت، وهو الريفرسابل لان بتعمل استايليشن للكوكس 1 والبليتلت ما تقدرش تصنع كوكس تاني ولا تقدر تتخلص من الكيميكال جروب اللي مسكت في الانزيم. بينما في الكوكس 2 الانهبيشن ما بيحصلش، او اذا حصل بيبقى وقته قصير جدا. ليه؟ لان الاندوثيليال سيلز عندها نيوكلياس تقدر تصنع كوكس 2 انزيم جديد. يبقى الافينيتي بتاع اللودوز اسبرين للكوكس 2 قليل فما بتعملهاش انهبيشن، واذا حصل وعملت لها انهبيشن الخلية بتصنع كمية تانية بدل اللي حصل لها انهبيشن عن طريق النيوكليوس بتاعتها. يبقى معنى كده ان اللودوز اسبرين بتعمل سيلكتيف انهبيشن للكوكس 1 انزيم. ليه لودوز؟ لان لما بتكبر الدوز بتقدر تعدي من الليفر وتقدر توصل للاندوثيليال سيلز بتاعة البلاد فيسل بكميات كبيرة وتعمل انهبيشن للكوكس 2. بينما في اللو دوز بتفضل جوه البورتر سيركوليشن وتقابل الكوكس 1 في البليتلت بس. معنى كده ان السيلكتيفيتي بتاعت اللو دوز اسبرين للانهبيشن بتاع البليتلت ده مين لفارماكو كايناتيك سيلكتيفيتي. المجموعة التانية من حيث الأهمية هي المجموعة اللي بتعمل بلوك للبيورينرجيك ريسبتور أو البي 2 واي 12 ريسبتور. دي ابتدت بدواء اسمه التكلوبيدين، وخلاص التكلوبيدين انتهى لان كان بيعمل لي ادفرس افكتس خطيره. حل محله الكلوبيدوجريل واخوه البارسوجريل. الكلوبيدوجريل ده برودرج لازم يحصل له اكتيفيشن الاول عشان يشتغل، وبيعمل انهيبيشن الريفرسابل للريسبتورز دي. التيكاجريلور ده واحد تاني من هذه المجموعة الانهيبيشن بتاعه ريفرسابل، ما هوش الريفرسابل، وهو اكتف as such ما هواش برودراج. الأدوية دي لما تعمل انهيبيشن للبيونيرجيك ريسبتورز تخلي الفايبر ريسبتورز ما تطلعش على سطح البليتلت. عندي كمان الدايبيريدامول والسايلوستازول، دول بينهبت الفوسفوداي استريز انزيم اللي موجود في البليتلت. الفوسفوداي استريز انزيم ده فيه منه كذا سب تايب، دول سيلكتيف للبليتلت فوسفوداي استريز انزيم. يبقى هيعملوا ايه؟ هيزودوا الاي ام بي، هيزودوا السايكليك اي ام بي. لما يزيد السايكليك اي ام بي الكالسيوم يقل، ويقل السكريشن بتاع الادينوزين دايفوسفيت، ويقل البليتلت اجريجيشن. ناخد بالنا ان ايضا السايكليك اي ام بي ده بيشتغل فازو دايليتور، يعني الادويه دي ليها اتنين ميكانيزم في الكارديو فاسكولار سيستم، انتي بليتلت وفازو دايليتور. المجموعه اللي بعد كده هي المجموعه اللي بتقفل الفايبر ريسبتور، بنسميها جلايكوبروتين 2B3A ريسبتورز، زي الابسكسيماب وده مونوكلونال انتي بودي، وزي الابتيفايباتايد. هذه الادويه لا تؤخذ الا بالانجكشن. لما تبلوك الفايبر ريسبتور يبقى الفايبرين والفايبرينوجين مش هيقدروا يعملوا كروس لينكينج للبليتلت. حديثا نزلت ادويه تنهبت الثرومبين ريسبتور زي الفوراباكسار.
الفوربكسار بينهبت البار 1 ريسبتورز. ايضا قدرنا نصنع البروستاسايكلين ونستخدمها بالانترافينوس انفيوجن لانها فيري شورت اكتنج، وتشتغل زي بالظبط البروستاسايكلين اللي بتطلع من الاندوثيليال سيلز، تشتغل فازو دايليتور وتنهبت البليتلت اجريجيشن. وقدرنا كمان ننهبت الثرومبوكسين سينثيز بدواء اسمه الدازوكسيبين، بس هذا الدواء خلاص عفى عليه الزمن لان كان في مشكلة ان الانهبيشن بتاعه كومبتيتيف. لما بيعمل انهبيشن بتتكون البروستاجلاندين بريكيرسرز بكميات كبيرة، ولما تتكون بكميات كبيرة بتوفركم الانهبيشن بتاعه. ايه الانديكيشن بتاعت الانتي بليتلس؟ ما اقدرش استخدمها الا في الانديكيشن اللي فيه بليتلت اجريجيشن، ثرومبس فيها بليتلت اجريجيشن. الثرومبس اللي فيها بليتلت ما بتتكونش الا في البلاد فيسلز اللي فيها هاي بلاد فيلوسيتي او هاي بريشر سيركيوليشن. زي ايه؟ زي الارتيريال بلاد فيسلز ارتيريال ثرومبوز، زي الكاردياك ثرومبوزس البريشر جوه القلب في الفنتريك العالي في الاثريوم واطي. بينما في الفينس سايد من السيركيوليشن الثرومبس مينلي فايبرين، وبالتالي اهميه الانتي بليتلتس فيها بتبقى مشكوك فيها. تعالوا نشوف الارتيريال ثرومبوزس. بستخدمها في علاج مجموعه من الامراض بسميها الاكيوت كوروناري سيندرومز. في العلاج يعني الجلطة اتكونت، وبدام الجلطة اتكونت لازم اكون اجريسيف في التريتمنت، فانا بحتاج ادي دوايين على الاقل، الاسبرين ومعاه يا اما الكلوبيدوجريل يا اما البدايل بتاعته اللي هي الاي دي بي ريسبتور بلوكرز. ممكن او مش ممكن احط معاهم الفايبرين ريسبتور بلوكر اللي هي جلايكوبروتين 2 بي 3 اي بلوكرز. لو كان ما حصلش الجلطة لسه وانا عايز يدي الدواء ده للوقاية من الاكيوت كورونري سيندرومز اللي هي سببها اصلا بيبقى الاثروسكليروزس اللي بتترسب عليه البليتلت، انا مش محتاج ادي دوايين، انا كفاية ادي الاسبرين. لكن لو احتجت ممكن اضيف عليه واحد من مجموعة البيورينيرجيك ريسبتور بلوكر. الانديكيشن الثالث لو انا عملت كورونري ارتري باي باس جرافت، غيرت شرايين القلب، عاده بغير شرايين القلب الخسرانه، باخد الميموري ارتري او الاترنال ميموري ارتري اركبه مكانهم. في الحاله دي انا يكفي ان انا ادي واحد بس، يا الاسبرين يا واحد من البيورينرجيك ريسبتور بلوكرز لو الاسبرين كونترا انديكيتد. في حاله لو كانت الجلطة هتحصل في السريبرال بلاد فيسلز هتؤدي الى تي اي اي اللي هي ترانزيت اسكيميك اتاكس، شوية اعراض بتاعت سريبرال اسكيميا بتروح بسرعة، او هتؤدي الى مشكلة اكبر من كده زي الستروك. في الحالة دي انا ممكن اضيف على الاسبرين الدايبيريدامول. الدايبيريدامول ما بقدرش اضيفه في الكوروناري ارتري بروبلمز عشان بيعمل لي مشكله هنقولها مع الادفرس افكت، لكن اقدر احطه هنا. ومنه استفدت ان هو انتي بليتلت وفازو دايليتور. لو كان الاسبرين عندي كونترا انديكيتد ممكن ادي بيورينرجيك ريسبتور بلوكر. الكاردياك ثرومبوزس مهم جدا هذه الادويه في حاله البروستاتيك فالف، واحد غيرت له صمام الميترال او صمام الاورطه. الصمام اللي ركبته ده لو كان تيشو فالف ما بيحتاجش حاجة، لكن لو كان ما هوش تيشو فالف وكان سينسيتيك فالف ده انا بخاف تحصل عليه جلطة. وفي الحالة دي ما بكتفيش بالانتي بليتلت لوحدها، ده انا كمان لازم احط معاها وارفرين. بيتاخد الاسبرين والوارفرين مع بعض، واحد عشان يمنع الفايبرين ثرومبس والتاني يمنع البليتلت ثرومبس. الفينا ثرومبوزس مفيش داعي خالص للانتي بليتلت الا في حاله واحده، لو كنت مش قادر ادي الوارفرين.
الدور بتاعها داوتفول، لان الثرومبوس بتبقى مينلي فايبرين ما هياش بليتلت. الادفرس افكتس بتاعت الانتي بليتلت، لو ابتدينا باهم واحد فيهم اللي هو اللودوز اسبرين ونمشي معاه بعد ما يحصل له ابزوربشن من الجهاز الهضمي، هيدخل في البورتر سيركوليشن وينهبت البليتلت، يبقى يزود البليدنج ريسك، والبليدنج ريسك ده بيستمر لحد ما الجسم يقدر يصنع كوكس انزيم جديد، ومش هيصنع كوكس انزيم جديد الا لو صنع بليتلت جديده في البون مارو، ودي بتاخد من 5 ل7 ايام، يبقى الريسك بتاع البليدنج هنا طويل الامد. وهو داخل بيحصل له ابزوربشن، بيعدي على خلايا الجاستريك ميوكوزا بيلاقي فيها كوكس 1 انزيم ايضا، لما يعمل له انهبيشن ممكن يعمل لي جاسترو انتستينال سايد افكت قد تصل الى البيبتيك ألسريشن. لو حصل وجرعه الاسبرين كبرت سنه، هتقدر تعدي الليفر، هتقدر تهرب من الفيرست باس، جزء منها هيهرب من الفيرست باس ميتابوليزم وتوصل للسيستميك سيركيوليشن، ولو وصلت للسيستميك سيركيوليشن وصلت الكلى هتنهبت اليوريك اسيد سكريشن، هتعلي لي الليفل بتاع اليوريك اسيد وتعمل لي جاوت او نقرس. ايضا اللودوز اسبرين ممكن تعمل حساسيه، يا اما في شكل برونكوسبازم وده بسميه اسبرين انديوزد ازمه، يا اما نادرا في شكل انافيلاكتيك رياكشن. اخر مشكله مع الاسبرين انه ما يشتغلش، يحصل ريزيستنس له او يحصل توليرانس والعيان يتعود عليه. الكلوبيدو جريل اللي هو البلافيكس بيزود البليدنج ريسك زيه زي الاسبرين لانه انتي بليتلت، وكمان ممكن يعمل اليرجيك سكين رياكشن، لكن العيب الكبير فيه واللي مش موجود في التيكاجريلور انه بينهبت السيتوكروم بي 450 اوكسيديز 3A4، وهذا الانزيم اسف لو خدنا دواء بينهبت السيتوكروم 3A4 ما بقدرش اعمل اكتيفيشن له فما يشتغلش. الادويه اللي بتعمل انتر اكشن وتمنع الاكتيفيشن بتاعه زي الاتورفاستاتين اللي بستخدمه عشان الاثيروسكليروزس عشان الكوليسترول العالي، زي الكالسيوم شانل بلوكر، وزي بعض البروتون بامب انهيبيتور اللي بتعالج البيبتيك ألسر زي الاوميبرازول. الدايبيريدامول بيعمل لي مشكله غريبه تانية خالص، كورونري ستيل فينومينا او كورونري ستيل سندروم، ده فازو دايليتور لما بديه بيعمل فازو دايليتيشن بس للنورمال كوروناري، وما يعرفش يعمل فازو دايليتيشن للكوروناري اللي فيها اثيروسكليروسس، فالدم يتسرق من الكوروناري الخسران يروح للكوروناري السليم اللي عملت له فازو دايليتيشن، وبالتالي يضر القلب ما يفيدوش. تاني حاجة لأنه فازو دايليتور ممكن يزود لي السيريبرال بلاد فلو، الاكسترا كرينيال بلاد فلو، ويعمل لي